الزواج الثاني ثواب أم يدمر البيت الأول؟ حقيقة الجواز الثاني ده أذى كبير، مش بس للست الأولانية لكن كمان أذى للراجل نفسه. ما رأي دار الإفتاء في الزواج الثاني؟ وما هي الدول الإسلامية التي تمنع الزواج الثاني أو تقيده؟ لما جمهور كتير بيسأل دار الإفتاء قالوا إن المخاطر إن الجوازة الثانية تهد الأولانية، خدوا بالكم. إيمان فروت سألت الرئيس في مؤتمر الشباب لماذا لا توجد لدينا محافظة؟ فأجابها الرئيس عملياً. المرأة أخذت في عصر سيادة الرئيس مكانة عظيمة جداً ما وصفناهوش قبل كده، بس قلت له إحنا إمتى المرأة عندنا تكون محافظ أو رئيس جامعة أو رئيس وزراء؟ ومن أسئلتكم، زوجة ثانية متزوجة بعقد غير مسجل، هل يعترف به؟ خلونا نتفق إنه مفيش حاجة اسمها عقد غير مسجل. ما هي إجراءات إنشاء موقع ثقافي على الإنترنت؟ المسؤول على الموضوع ده هو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمحافظة القاهرة. إزاي الحال؟ عايز أحكي لكم حكاية غريبة شوي. من فترة كده جالي موكل المكتب بيسألني على إجراءات الجواز التاني وإزاي يعلن الزوجة الأولانية، أو مين أصلاً اللي بيعلن الزوجة الأولانية، هو نفسه الجوز ده جوزها يعني ولا المأذون؟ أنا بصراحة استغربت السؤال فسألته هي إيه الحكاية؟ قال لي أنا ليا جارة زوجها توفى وعندها طفلين بقوا يتامى، والله فكرت أخد ثواب تربية اليتامى دول فقلت أتجوز أمه. أنا سألته سؤال مباشر، هي أم اليتامى حلوة؟ الراجل طبعا وشه راح جاب ألوان وقال لي على فكرة يا أستاذة حضرتك فهمتي غلط. قلت له الحقيقة أني أنا فهمت صح. تاني، هي أم اليتامى حلوة؟ طيب بلاش لو السؤال ده زعلك، يعني هو الثواب ما يجيش إلا لما حضرتك تتجوز أم اليتامى وتكسر قلب مراتك؟ بلاش أقولك السؤال بصيغة تانية، ما فكرتش وانت بترعى اليتامى دول إن ممكن تخرب البيت الأولاني وتيتم ولادك؟ الراجل بصلي طبعا ومتضايق كده وقال يعني إيه هيتم ولادي؟ قلت له يعني لو حضرتك اتجوزت ومرات حضرتك رفضت إنها تبقى زوجة تانية وطلبت الطلاق، الولاد هيعيشوا مع مين؟ في السن ده هيعيشوا مع مامته. يعني حضرتك هتربي ولاد جارك اللي توفى وولادك هيعيشوا مع مامتهم من غيرك. قال لي طب والحل؟ قلت له لو أنت هدفك فعلاً رعاية اليتامى يبقى ليه ما تخليش مرات حضرتك تبقى شريكة معاك في الثواب ده؟ وتتفقوا سوا ان انتوا تتكفلوا الولاد دول وكل اول شهر تديها مبلغ وهي توصلوا لوالدتهم، وانت من وقت للتاني تستقبل الولاد في بيتك او ان انتوا تخرجوا كلكوا تتفسحوا ومعاك ولاد جاركوا دول فيحسوا ان انت عمه اللي بدل بابا مش عمه اللي اتجوز ماما. لكن خلينا صرح، لو هدفك حاجة تانية يبقى الموضوع ده بقى سيبك من حدوثة اليتامى والثواب والحاجات دي وندخل في الموضوع دغري. نرتب الإجراءات اللي حضرتك جاي تسألني عليها، اللي هو إيه بقى؟ مين اللي هيبلغ المدام؟ قانوناً المأذون لازم يخطر الزوجة الأولى. وده اختار رسمي لما بيحصل جواز، هيعرف منين المأذون؟ من بطاقة حضرتك. يعني دلوقتي أول ما بيشوف في البطاقة أن حضرتك متجوز حضرتك لازم تديله عنوان المدام اللي هيبعت لها ويبلغ. قال لي والله أنا بفكر أن المأذون يبلغها وأنا أكون مسافر يعني بعد ما اتجوز، فهي تاخد وقتها وعقبال ما تهدى كده أكون رجعت. قلت له بص، انت بتهرب من المواجهة، لان اللي حضرتك عايز تعمله لا هو خير ولا ليه علاقة بالثواب، انما عقل حضرتك عمال يبين لك الموضوع كده ايه بحلوياته ويقول لك قصة اليتامى دي
واسمع مني نصيحة، أنا شفت كتير. لو متخيل إن حضرتك هتعيش شهريار زمانك وفاتح بيتين والستتين الحلوين بيتخانقوا عليك، أبشرك هتاخد مقلب عمرك. لأن الزوجة الأولانية ما بتنساش الغدر، ولو ظروفها كويسة هتسيبك وتبقى زي اللي جه يعمر زاوية خرب جامع. لكن الزوجة الأولانية بقى لو مضطرة يا عيني تعيش علشان حضرتك تصرف مع الولاد، علاقتك بيها بتبقى سيئة جدا، وده بيتسرب للولاد طول الوقت، وبيشوفوا إن أبوهم غدر بأمهم، ولا هو سند ولا يعتمد عليه، وما بيفكرش إلا في نفسه وبس. والحقيقة ده أكتر حاجة خطر نربي عليها أولادنا، لأنه في اللحظة اللي أنت هتحتاجهم مش هتلاقيهم، هم تربوا وتعلموا أنهم يفكروا في نفسهم وبس. نيجي بقى للسنيورة الجديدة، الزوجة التانية. طبعاً دي ما اتجوزتش حب تلامذة، اتجوزت لأسباب معروفة. نفس القصة معها برضو، كلام بقى بتاع الود والأمان والظهر والسند والحاجات دي حطها على جنب. حضرتك ببساطة شديدة، بدل ما فتحت بيتين انت فتحت مكانتين ATM من بتوع البنوك، كل واحدة تسحب الفلوس اللي هي عايزها، والجدعة بقى تسحب أكتر من التاني. وفي هذا العالم الولاد عايشين وبيتدربوا وبيتمرنوا على إنه كل واحد يدور على مصلحته، وفي الآخر حضرتك اللي بتخسر. طبعاً الكلام ما عجبوش وكان منزعج جداً، لأنه ما توقعش إن أنا أديله هذه الخطبة العصماء. وقال لي على فكرة يا أستاذة، أنا أعرف ناس كتير عايشين كويس ومتجوزين اتنين. قلت له على فكرة حضرتك شايفهم من بره بس، أنت ما شفتش الخواتيم. يعني بعد فترة كده لما الأب احتاج مساعدة وما لقاش حد جنبه، أنا شفت ده كتير. عموماً نرجع لسؤال حضرتك، الإجراءات بسيطة خالص، المأذون هيخطرها، ولو المدام زعلت قوي قوي هتتطلق. وعلشان ما يحصلش حرب كونية، نصيحتي فكر تاني، ولو مصر روح حط عينك في عينيها وقول لها أنا هتجوز عليكي علشان أنا عايز أتجوز، وسيبك من حدوتة اليتامى دي. صح الكلام؟ إحنا عايزين ننشر تعدد الزوجات. العلاقات بتتبني على الثقة، والناس دايماً ما بتشوفش الخواتيم. دول كتيرة جداً عربية وإسلامية يا إما حرمت الجواز التاني بالقوانين، يا إما خلته محدود جداً وبإذن من القاضي. في موضوع الجوازة التانية دي كل شوية يطلع لنا حد كده باختراع، راجل أو ست، يقولك إيه، إحنا عايزين ننشر تعدد الزوجات. ليه يا عم؟ ليه يا ست هانم؟ يقولك أصل إحنا عندنا مشكلتين، الأولى إن عدد الستات أكتر، التانية إن نسبة العنوسة أكبر. الحقيقة اللي بيقول الكلام ده ما يعرفش حاجة خالص، ولا عمره رجع للتعبئة والإحصاء، ولا عمره سأل على أي حاجة. لأنه أولاً إحنا عدد الستات مش أكتر، إحنا عندنا عاجز في البنات يا جماعة. الهرم الديموغرافي السكاني المصري بيقول لنا عدد البنات والستات في مصر 49% وعدد الرجالة 51%. ده معناه إن أنا عندي عجز أكتر من مليون بنت وست، ممكن أستورد من بره على فكرة لو إحنا العدد هنا مش هيكفي. الحاجة التانية، ما عندناش حاجة اسمها عنوسة. الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كل سنة بيطلع إحصائية بيقول فيها إيه؟ من هم في سن الزواج، يعني من أول 18 سنة لحد فوق في سن الزواج ولم يتزوجوا، قد إيه؟ 13 مليون 8 وشوية ولاد ورجالة، والباقي
بنات وستات، يعني من هم من 18 لحد فوق ولم يتزوجوا الرجالة برضو أكتر، يعني عايزين نستورد لهم ستات. فتخيلوا بقى لو كل راجل اتجوز واحدة تاني إن شاء الله هنستورد ستات قد إيه؟ مش هيكفي لا للعجز اللي موجود ولا للعدد الجديد. لكن الأخطر من كده إنه الحقيقة الموضوع ده مدمر للأسر، يعني ناس كتيرة جدا ما بتشوفش الموضوع بعد فترة بشكله عامل إزاي، ما بيبقاش مدمر للستات وبس، الرجالة كمان بتدفع تمن غالي قوي. عموما خلونا نسمع رأي دار الإفتاء لما سألناهم وكذا حد سألهم هو إيه موضوع التعدد ده وممكن يبقى أثره إزاي. خلونا نسمع قالولنا إيه. الزواج من الزوجة الثانية مع رفض الزوجة الأولى حرام أم حلال؟ والله يا الزوجة الأولى لها حرية الاختيار، بس اللي أنا بقوله لك ما تبنيش بيت وتهدم بيت، هي دي الحكمة. بعض الناس من أجل يعني نزوته، من أجل حالته، هو عايز يتجوز تاني فيقوم يخرب البيت الأولاني، والبيت الأولاني يبقى فيه زوجة وأولاده، حتى لو مفيش أولاد، ولكن امرأة عشرتها سنين وبينكما عشرة طيبة، ما جيش مرة واحدة كده لا، يعني شوف والله يقول لها اختار يا ست أنا هتجوز مثلا وأنا في حاجة إلى الزواج، مش حرام ولكن أخبرها بهذا. لما جمهور كتير بيسأل دار الإفتاء قالوا إن المخاطر إن الجوازة التانية تهد الأولانية، خدوا بالكم هو ده الخطر الحقيقي وهو ده اللي بنشوفه طول الوقت. الرجالة بتبقى متخيلة إن الدنيا هتبقى بيس، هيعيش بقى حياة ما حصلتش. في الحقيقة جواز التاني ده أذى كبير، مش بس للست الأولانية اللي كانت عايشة في أمان الله ومتخيلة إنها مسنودة كده على ظهر وعلى سند، لكن كمان أذى للراجل نفسه، لأن التانية هي عندها أسبابها اللي زي ما قلنا من شوية، مش حب تلامذة يعني، والولاد بيبقوا شايفين كل واحد بقى يدور على مصلحته. أثر ده على المدى البعيد شوية بعد ما نعدي الكام يوم ولا الكام شهر الحلوين بتوع الدلع، الحقيقة في منتهى الخطورة وفي منتهى الأذية. عشان كده دول كتيرة جدا عربية وإسلامية يا إما حرمت الجواز التاني بالقوانين يا إما خلته محدود جدا وبإذن من القاضي. خلونا نشوف التقرير ده ونشوف الدول دي عملت إيه. قيود الزواج الثاني في تشريعات دول إسلامية. تونس، الفصل 18، مجلة الأحوال الشخصية. تعدد الزوجات ممنوع، كل من تزوج وهو في حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدة عام وبخطية قدرها 240 ألف فرانك أو بإحدى العقوبتين ولو أن الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون. الجزائر، المادة 8 من قانون الأسرة، يسمح بالزواج بأكثر من واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل، ويتم ذلك بعد علم كل من الزوجة السابقة واللاحقة، ولكل واحدة الحق في رفع دعوى قضائية ضد الزوج في حالة الغش والمطالبة بالتطليق في حالة عدم الرضا. سوريا، المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية، للقاضي أن لا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مزوغ شرعي وكان الزوج قادراً على نفقتهما. المغرب، المادة 40 من مدونة الأسرة، يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها. المادة 41، لا تأذن المحكمة بالتعدد إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي، إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة. جبتش أنا حاجة من عندي؟ دول عربية وإسلامية، علشان بس إيه محدش يقولك أنتوا بتقولوا إنه حلال ولا حرام. لا، ما بنقولش حلال ولا حرام، بس بنقول الشيء اللي يبقى فيه أذى لكل الأطراف لازم يعاد النظر فيه. عشان كده دول إسلامية بتستند إلى الشريعة الإسلامية، يا إما حرمته تماماً يا إما حطته بقيود وبإذن من القاضي. ده دول عربية بس، احنا ما اتكلمناش بقى على أندونيسيا وماليزيا ودول تانية كتير عندها قواعد كتير. الحقيقة يعني العلاقات بتتبني على الثقة، والناس دايما ما بتشوفش الخواتيم،
يعني ايه الخواتيم؟ يعني ما بتشوفش ختام العلاقات دي شكلها عامل ازاي. احنا بنشوف قدام مننا راجل شاف واحد صاحبه متجوز ومبسوط، مبسوط قد ايه؟ علاقته باولاده ايه؟ علاقته بالاولانيه ايه؟ علاقته بالتانيه ايه؟ لما تعب واحتاج لاي حد فيهم وساعدوه قد ايه؟ احنا شفنا بلاوي، لان دايما بتجيلنا المشاكل بتصب عندنا، احنا بنشوف الخواتيم، بنشوف اللي اترموا في بيوت ايواء واللي كانوا مش لاقين حتى يقعدوا فيهم، رغم ان كان عندهم بيتين وعندهم اولاد من البيتين، كل واحد دور على نفسه لان بابا كان المثل الاعظم النموذج الاكبر. العلاقات الانسانيه بتتبني على الثقه وبتتبني على الامان. الامان هو اغلى بضاعه عند الانسان. ساعه ما يفقد الثقه ويفقد الامان خلاص انتهت العلاقه. فما ينفعش اننا بيت هادي ومستقر وفجأة كده الست اللي عايمة في مية البطيخ دي ومتخيلة ان جوزها هو ظهرها وسندها وهو دنيتها وسايبة حياتها ومساعداه، ان هي فجأة تلاقي كل ده اتبخر في الهواء. شكلها عامل ازاي؟ نفسيتها عاملة ازاي؟ بتربي الولاد على ايه؟ دور بابا في الحياة شكله عامل ازاي؟ دي حاجات عايزين نسأل نفسنا كتير قوي عليها. ومع ذلك اللي مصر وعنده أسباب يروح يقفل الملف الأولاني قبل ما يفتح ملف تاني، يقعد مع الست اللي مأمناله ويقول لها أنا هعمل واحد اتنين تلاتة. وبالمناسبة لو كانت يعني مقصرة زي ما بعض الناس بيقولوا، ربع المجهود اللي هتعمله لما تروح تعطف وتلطف مع واحدة تانية هيبسط الست الأولانية وهتتعب. خلونا نبني علاقتنا على الثقة، أو نخلي القانون يظبط العلاقات ويبقى التعدد كمان بإذن القاضي علشان ما نظلمش لا الأولانية ولا الجديدة، وأهم من دول كمان ما نظلمش الراجل والعيال نفسه. أشوفكم بعد الفاصل. في مثل بيقول ما يجيبها إلا ستاتها، في البرنامج ده بيجيبها ستاتها وبناتها. بنات تشرف، تشرف أهليها وتشرف قريتها وتشرف محافظتها وتشرف مصر كلها. العقد الغير مسجل سواء كتبه مأذون أو حد معدي في الشارع هو اسمه عقد شرعي. في مثل بيقول ما يجيبها إلا ستاتها، في البرنامج ده بيجيبها ستاتها وبناتها. تعرفوا إزاي؟ تعالوا نشوف التقرير بتاع إيمان ونرجع تاني. قعدنا حوالي 20 سنة بنتكلم على ليه الستات ما بتوصلش للمناصب العليا وخاصة السياسية على قدم المساواة زيها زي الرجالة، ونعمل مؤتمرات ولقاءات ونعمل عرايض ودعوات وحاجات كتيرة كده. فجأة شابة من أسيوط تقف في مؤتمر الشباب وتفاجئ الرئيس بسؤال كل القاعة تقع من الضحك وكأنهم مش عاجبهم السؤال. بس بعد شهرين أو ثلاثة بالكتير نلاقي أول محافظة تتعين في مصر. النهاردة هنقابل إيمان ثروت اللي قامت وقالت للرئيس سؤال كان مفاجأة جدا. كان إيه السؤال يا إيمان؟ مساء الخير، مساء حضرتك. أهلا بيكي. الأول شكرت يعني إن المرأة أخدت في عصر سيادة الرئيس مكانة عظيمة جدا ما وصلتلهاش قبل كده، بس قلت له إحنا إمتى المرأة عندنا تكون محافظ أو رئيس جامعة أو رئيس وزراء؟ لقيت القاعة كلها ماتت من الضحك وكأني أنا رايحة بهزر. قلت نكتة يعني. كأني بهزر. حتى سيادة الرئيس يعني ضحك، وضحك ضحكة كبيرة. كل الجرايد يومها كتبت فتاة هو اتفاجئ بالسؤال كمان. فتاة من الصعيد تسأل الرئيس، الرئيس يبتسم. إيه اللي وصلك للمؤتمر بتاع الشباب؟ يعني إزاي بيتم الترشيح؟ إزاي بتروحوا؟ مين اللي هل استمارة ولا لأنه عندك خبرة في العمل العام من فترة؟ يعني الإجراءات بتمشي إزاي؟ لا أنا كان بالاختيار من المحافظة، ولأني أنا ليا أنشطة كتير بعيد عن التربية والتعليم. أنا في الأصل مدرسة، بس أنا ليا أنشطة كتير كنت يعني بشتغل في التدريس ده أكل العيش المهنة، لكن العمل العام
في ايه بقى؟ كنت بشتغل مع جمعيات أهلية سواء شغل أو تطوع. كنت بتطوع كتير مع المجلس القومي للمرأة، وكنت بشتغل في الصحافة. ومؤخرا اشتركت في برنامج أصوات النساء، ودربنا 25 فتاة على إزاي نعد حملة انتخابية، إزاي الواحدة تشارك أو تعزيز دور المرأة السياسية. أنتي بتشتغلي مدرسة، يعني خريجة تربية من أسيوط، ما خرجتيش من أسيوط مش كده؟ لا. طيب اتعلمتي بقى الأنشطة وان انت تبقي مشاركة مجتمعية سواء مع المحافظة أو في القرية عندكم، ايه اللي دفعك؟ ايه اللي علمك ده؟ اولا انا من قرية فقيرة جدا، او بتعد من القرى الاكثر فقرا على مستوى الجمهورية، ليها طابع ذكوري، ليها طابع عنيف جدا. ولكن انا يعني السبب اللي دفعني لده والدي، هو اللي كان يعني بيشجعني، كان بياخدني معاه. يعني ايه يعني ايه طابع ذكوري طابع عنيف؟ يعني عنيف تجاه ايه؟ الإطار والزواج المبكر وختان الإناث. عندنا مشاكل كتير في القريه، بس الحمد لله يعني انا من اسره متعلمه منفتحه، والدي كان هو اللي بياخدني معاه مثلا الحزب، كان ياخدني معاه مصالحات، رغم ان ما كانش واحده ست او واحده بنت اصلا أو بنت. تحضر مصالحات. انت كإيمان بتفكري في ايه في المستقبل؟ أنا كإيمان ما انكرش إني أنا نفسي أمسك منصب برضو يساعدني أخدم مجتمعي. يعني أنا ما سبتش أسيوط، ما اشتغلتش في القاهرة، ما سافرت برا، وكان عندي فرصة إني أكمل برا، بس لا، رجعت علشان عايزة أنقل خبرتي اللي استفدت بيها برا علشان أخدم مجتمعي. طب أنت عارفة أن ربع المجلس المحلي وربع مجلس الشعب دلوقتي للسيدات؟ طبعا. ناوية تنمري علي؟ خليها بيني وبينك، مش كده؟ خليها بيني وبين حضرتك. لو قابلتي الرئيس تاني في مؤتمر ممكن تطلبي منه ايه؟ طبعا لو قابلته مرة تاني هشكره طبعا مرة تانية ان المرأة في عهده ما اخدت مكانة ما اخدتهاش قبل كده في التاريخ، ولكن هطمع واقول له ان احنا لسه يا ريس في الف بيت تمكين، كون انها تكون رئيس وزارة، ده البلاد كلها يعني معظم البلاد المتقدمة رئيس الوزارة واحدة ست، وزير الدفاع واحدة ست، وزير الحربية واحدة ست، فاحنا فين من ده كله؟ طيب يعني ان شاء الله نسمع صوتك قريب، او على الاقل يعني نحتفل سوا بربع البرلمان وربع المجلس المحلي للستات ان شاء الله. نورتيني يا ايمان، وسعيده ان يطلع من اسيوط بنت جدعه كده، وان شاء الله في المؤتمرات الجايه ترفعي صوتنا اكتر واكتر، ونشوفك انت في احسن مكانه. نورتينا وفخوره انك جيتي معانا النهارده. اهلا وسهلا. شكرا. بنات تشرف أهليها، وتشرف قريتها، وتشرف محافظتها، وتشرف مصر كلها. الواحد بيبقى فخور جدا، ونفسي كل بنت في مصر تبقى زي إيمان. الحقيقة جينا لأحلى فقرة على قلبنا شخصيا، إن هي فقرة التواصل ما بيننا، اللي بعتولنا أسئلتكم كلها وبنحاول إننا نختار بعضها علشان نرد عليها. نسمع أول سؤال. لو سمحتي، أنا متزوجة بعقد زواج شرعي عند مأذون، ولكن العقد غير مسجل بالسجل ولا بالمحكمة لظروف خاصة، إنه متزوج من أخرى وهو مش عايزها تعرف. السؤال: إيه الحقوق اللي ليا عليه؟ يعني هذا العقد معترف بيه ولا لأ؟ وهل لو حصل لقدر الله وفاة ليا أي حقوق ولا لأ؟ طيب خلونا نتفق إنه مفيش حاجة اسمها عقد غير مسجل، ماشي؟ العقد الغير مسجل سواء كتبه مأذون أو كتبه حد معدي في الشارع هو اسمه عقد شرعي، لكنه عرفي، يعني مدام توفر فيه الشرعية بمعنى الشهود وبمعنى السن والإعلان وكل الحاجات دي، هو شرعي بس مش رسمي، تمام؟ حتى لو كتبه مأذون مش رسمي. هنا القانون بيضمن ايه بقى في العقد العرفي ده؟ حاجتين اتنين مفيش غيرهم خالص: إثبات النسب والطلاق من العقد العرفي، مفيش أي حاجة تاني. ما نقعدش بقى نتكلم على نفقة وقايمة والكلام بتاع المحاكم الكتير ده. القانون لا يعترف بالعقد العرفي، وحل مشكلة حقيقية اللي هي بتاعت النسب والطلاق، عشان ما تفضلش معلقة العمر كله بورقة ملهاش أي 30 لازمة. اتفقنا؟ نشوف سؤال كمان. عاوز أعمل موقع إلكتروني ثقافي يساعد في نشر الثقافة والتوعية لمجتمعنا عن العادات والممارسات الخاطئة في كتير من المجالات، والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى كوارث. هل وزارة الثقافة هي المسؤول عن منح هذا الترخيص للموقع الإلكتروني؟ وما هي باقي إجراءات تسجيل الموقع بشكل قانوني؟ طبعا
طيب دي فكرة حلوة جدا، موضوع الموقع الإلكتروني لنشر الثقافة أو لأي حاجة إن شاء الله في الكورة أو في الطبيخ أو أي حاجة. المسؤول على الموضوع ده هو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمحافظة القاهرة، بيتقدم له طلب ترخيص وبيرد خلال 90 يوم، بيديه اللي عايز الطلب ده ترخيص لمدة 5 سنين ويمكن تجديده بعد كده، والمهم ان التجديد يكون قبل الانتهاء ب6 شهور. رسوم الموقع محددة بالقانون في حدود 50,000 جنيه. يلا بقى شد حيلك نشوف سؤال كمان. جناية سلاح امن دولة وبها اذن نيابة بناء على محضر تحريات، وتم اخذ موكلي 4 ايام على ذمة القضية، ثم تم التجديد له 15 يوم اخرى، وقبل انتهاء هذه المدة اخذ امر احالة وتحددت له جلسة. ما الحل لكي أستطيع أن أفرج عنه بكفالة لحين الجلسة؟ طيب أدام قلت موكلي تبقى أنت محامي زميل، حتى لو ابني كده وصغنون تبقى محامي زميل في الحبس، أدام تحدد جلسة وهو الموكل محبوس، ما بينفعش إننا نقدم طلب أو أي حاجة، لازم يقدم للمحكمة محبوس، ومحكمة الموضوع هي اللي هتفصل في موضوع الحبس ده على حسب المرافعات اللي هتتقدم. لحد هنا أسئلتنا خلصت، وبنبقى سعداء جدا لما بتتواصلوا معانا. اي اسئله قانونيه ابعتوها لنا على موقع محاميك، اي اسئله اخرى قانونيه او حكايات ابعتوها لي على حكايات نهاد. الحلقه دي هتتذاع على اليوتيوب على القاهره والناس وعلى نهاد ابو القمصان. نشوفكم بالف خير وبالف عافيه.